قالت احمد انا ما راح اهدك، وبتظل انت حبيبي، وبتظل وبتصير زوجي غصب طيب. يا بنت الناس، اول شيء انت يعني معجبه، احنا ما تكلمنا في مواضيع حب وما حب وغراميات وما ادري بس ايش. في قبول، والدليل ان انت اعطيتها رقمك وشايفها وتشبه زينب مي العسكري. في الـ في الـ في الـ على المسرح، هذا على المسرح اقول لك. وهي عمر وعدتها واخذت منها هديه. اوكي، وعدتها مو وعدتها، بس قالتها بقدم لك الهديه من خلال هديه انا شفت وياها.